السلام عليكم، جيت نشارك معكم واحد أكلة خفيفة للعشاء ولا للغدا ولا للكوتي، الواحد على حسب. ولا جا شي ضيف على غفلة باغي ياكل دغيا شي حاجة خفيفة، إن شاء الله حنا معكم. غادي نحتاج لواحد كاس الحليب، هو غادي نديرو كاس الحليب، شي كاس ولا كاس ونص الحليب بالنسبة للعجينة. غادي نحتاجو الحليب، الملحة، الملحة في العجينة، واحد الخمارة حمراء، شاصية الخمارة، معلقة، معلقة الخمارة معجونة العجين، معلقة الخمارة د العجينة، أنا بنسى هدا بندير فيها، هاهي، هادي بالنسبة للعجينة. غادي ندير بعدا واحد شويش الحليب. تقريبا غير واحد ربع الكاس على حسب باش تطلع من الخمارة. غادي نحتاجو تقريبا واحد الكاس ونص الحليب، هو تقريبا واحد ربع درنا هاكا صافي نحتاجوها للعجينة. بالنسبة للعجينة غادي نحتاجو واحد المعلقة الخمارة مع شوية الحليب، بحال الكاس ونص دابا الحليب هنا. غادي نحتاجو واحد المعلقة كبيرة د الخمارة مليحة، واحد المعلقة ديال الزبدة ديال المانكارين، هاديك نتاع الطباق، غادي نحتاجو غير معلقة. غادي نحتاج واحد المهم الفرصة على حسب الدقيق، على حسب داك المكونات تاع السوائل اللي عندنا، واحد تقريبا واحد المعلقة د الخل تاع هي العجينة. هادي بالنسبة للعجينة، غادي نحتاجو هادشي. بالنسبة باش غادي نعمرو العجينة، غادي نحتاجو الكرعه، خيزو، من داكشي الخضره اللي عندكم، كلها حكوها طويله بحال هكا، تحكوها طويله، والفلفله الحمراء كيبقى لكم خصية داكشي ديال الخضره كلهم، داكشي اللي عندكم غادي تلاخر، غادي تشحرو وتخليو واحد البصيله حتى هي مشحره، غادي يبقى من الطون. انا كنحتاجها كنديروها بالطون الربيع، كيبغيوها لي بالحوت بالطون، بغيتو ديرو كفته، بغيتو ديرو لادان، المهم داكشي كيبقى لكم خصية. إلا بطاطا دابا غادي تبقى لنا بطاطا حكيناها، غادي نحكو معاها واحد مرشة البصلة، وعاد إن شاء الله غادي نوريكم طريقة هادي البطاطا بحديتها اللي غادي نديرو لها واحد الوصفة ديالها بحديتها. عاد غادي نحتاجو مع هادو هي غادي تشحر، عندك القرعة، الفلفلة، الفلفلة الحمراء، المهم أي فلفلة عندكم، أي حاجة، أي حاجة عندكم، الخضرة اللي عندكم كلها غير حكوها وديروها تلخر. واحد التوم المنسي اللي كنت صارت معكم داك المرة في اليوتيوب، شويه ديال الهريسه على حسب الحرارة اللي بغاها حارة، والبزار والملح داك الاخر والبيض، وشويه الماء، الماء غادي يبقى لنا على جنب كلشي نص كاس هكا ولا. المهم غادي نبداو على بركة، غادي نبداو على بركة الله. غادي نبداو دابا، غادي نحتاجو واحد بياض البيض، غادي نخلي هادشي كله على جنب، غادي نبداو بواحد بياض البيض هو الأول. نديرو بيض البيض، هاديك الصفر غادي نحيدوه، ونبداو بالبيض. سمحو لي إلا كيكون المكان شويه مضيق، المهم البيض غادي نحتاجو غادي نديرو هنايا. والصفر غادي نعجنو بيه، المهم البيض البيض غادي نديرو على حسب واحد الكاسرونة ولا واحد تقريبا شي ربعة بيضات، ربعة خمسة. أنا غادي نوريكم علاش غادي نمر، نزيد الخمسة حتى نزيد كاسرونة شوية كبيرة، هاديك لي غادي يبقى لنا كلو غادي نخليو ندير عليه نعجنو بيه. صافي غادي ندير واحد المعلقة ديال الطون، صافي نهار
الطون عزيز، ندير واحد شويه ديال الملح، زوج الطون راه كيكون مالح شويه، شويه ديال الزيتون، ماشي شويه صافي، غادي نقطو الطبقة الأخيرة. طبيعي مجرد ما نطلع هكا غادي نجيب واحد الكاسرونة، المهم أنا كان عندي واحد لاخر كنصاوب فيه تهرس لي ديال الدجاج، كيجيني على حسب المقلة، غادي نقطو واحد الكاسرونة ولا المهم لي عندكم دائري على حسب. مهم في التالي ملي غادي نسالي الوجبه غادي تعرفوني علاش درت انا دائري ولا مستطيل اللي بغيتو نتوما، انا درتو دائري ما عنديش، عندي هاد الكاسرونه هي اللي غادي ندير فيها، جبت واحد السلوفان قطعته على حسب هذا، خليت واحد شويه طالع غادي نقطو نكبو هنايا، غادي ندير له بحال شكل باماري، غادي ندير واحد الاخر راه عندي ليه هكا طيب، ما عنديش كي ندير على حسب الصبر، غادي نخليها هكا طيب غير في الماء، غادي ندير هادي فواحد الكاسرونة واحد المقلة أخرى عندي فيها الماء، غادي ندير هادي فوق منها ونخليها طيب، يعني داك البياض البيض غادي يتجمع لنا ويتشد، وأنا معاكم غنسالي بعدا ندير هادي يطيب وأنا معاكم، غادي نقص من داك البيض لي داك الصفر البيض، غادي نحتاجو البطاطا الأخرى، غادي نصب العجينة ونخليها على جنب الطحينة، نقص واحد تقريبا واحد تلاتة ديال صفر البيض. المهم غادي نزيدو دابا، غادي ندير واحد الياغورت، ياغورت طبيعي واحد، الخمارة ديالنا اللي درناها تاني طلعت، نحتاجو ديك معلقة الزبدة الزبدة المنديانة، الزبدة ديال التوراق، دابا عندي واحد معلقة ديال الخمارة حمرا، يعني البيض راه كيطيب في واحد الكاسرونة ديالي مثل ما كتسمعو، غادي ندير واحد جوج ملاعق ديال الزيت عاد، ندير واحد ملاعق الخل، هاي القوصة باش كتجي العجينة ديالنا حشيشة ديالنا. المهم إلا بغيتو ما عندكش حليب واجد ولا حاجة كنحي تقدر ديرها غير بالماء ماشي مشكل، غادي ندير الملحة، الملحة نحاولو ما نكثرش بزاف على حسب طبعا تكون، المهم غادي نزيدو داك الكاس د الحليب درنا داك الربيع تقريبا مع الخمارة، غادي نزيدو هاد الكاس غادي نزيد واحد ربع الكاس ديال الماء، هداك نص كاس الحليب لي درنا قبيلة هداك الربيع مع هاد الربيع على الماء، مع كاس الحليب كيتسمو جوج كيسات، صافي درنا الخل درنا كلشي، غادي نديرو الخليط فرص نوعية ممتازة تكون شي حاجة جميلة باش كطلع لنا العجينة زوينة، غادي نديرو تقريبا هدا الكاس ديال العنبة، كيغسلي الكاس العنبة عبار
نحط مزيان. هذيك الزبدة واخا بغيناها تبقى هكا راه كتبان طريفة ماليهاش، حنا بغيناها تبقى هكا باش كتعطينا واحد الهشاشة العجينة زوينة كتجي مغلقة مكتسجلش. هذا هو كاس العنبة عندي عبار زيت شي معلقة د مايزينا زيدها، أنا كنديرها ولكن دابا فالساعة معنديش، كنحطو مزيان هكا، إلا بغيتي تضرب بيدا ولا شي حاجة عند هداك الميكسور ديال الميكسور معنديش، ولكن هكا تعكا مزيان، صافي جوج كيسان د العنبة مع الخليط هدا تقريبا نزلو جوج كيسان د العنبة، صافي بالك خصو يجي هكا تجي بحال شكل الكريم. صافي الصفر درنا حنا الصفر هنايا والبيض درنا راه كيطيب عندي هي، صافي عاد نخلي هذا دابا على جنب يرتاح وعاد نشحر غير غادي نشحر هذا القرعه الفلفله الفلفله الحمراء شويه البصله الفلفله الصفراء عفوا والزيتون عندي ها هو راه مقطع غادي نخلي هذا دابا غادي عاد نخلي على جنب غادي نخلي دابا غادي نخلي على جنب الطاح غادي نمشي نشحر داك القرعه حتى الخزو اللي بغيتو ديرو الجزر حتى هو ديرو حيت انا عندي المواجد نديرو القرعة خزو عندي البطاطا انا غادي نوريكم عندي طريقة البطاطا غادي نديرو هاكا حيسة بطاطا مبغيتش نشحروها ولكن غادي نخدمو لها واحد المهم انا غادي نحك عليها بصلة وندير لها نرجع معاكم التوابل بعد ما حكينا بصلة غادي ديرو داك غادي نجيبو بطاطا اشكالها بنات معقودة غادي نقلبها خبزة على شكل بحال شكل معقودة غادي ندير مليحة شويه بزاف اللي بغات تحمر ديرها ديرها انا كي بغا غادي مني بغاها بهريسه غادي ندير الهريسه على حسب غادي ندير داك البيض كانت باغي تزيدو كانت مخصوصه زيدها بحال دابا نعطي بطاطا بزاف عندي بطاطا بزاف غادي نزيد واحد جوج بيضات ندير جوج بيضات غادي اللي بغات ديرها ب ديال الكسبر و داك المدنوس ديرو ما بغيتوهاش نخليوها غير هكا حنا ديرو ندير واحد شويه د الفرماج الفرماج على حسب بغيتو ديرو ديرو ما بغيتوش ديرو خليوها غير هكاك عاديه ولكن مازال غادي نحتاج الفرماج باش غادي نعمر ديك الخبزه ديالنا ولا بغيتو نتاع السندويتش ديرو هذا ما كاينش ديرو ما كاينش ديرو داكشي اللي بغيتو نتوما على حسب هنا حنا ديرنا هادي غادي ندير غادي نقطعها غادي نعصرها غادي ندير واحد الاخرى عندي غادي ندير مايزينا ونقرصها عليها غادي ندير ميكا واحد السلوفان على لاطا ديالنا ونديرها فوق فواحد المقيله هكا باش ما تبقاش تاخذنا بالماء ولا بغيتي تبقى تهزو بطريف وتحطو وحده 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 باش تجيكم على شكل خبزه خبزه كبيره ماشي معقوده صغيره ولا غادي نديرها خبزه ان شاء الله المهم انا معكم حتى الاخر ندير المقله طيب وهاني معكم ونشحر داك الخضره ديالي كلها غادي نشحرها وهاني معكم ان شاء الله
المهم بعد ما هي البطاطا ديالنا صابناها واحد الوقت شويه، الخضره ديالنا شحرناها، القرعه الفلفله داك الشيء، البصله، الزيت ما كيبقى هو هو. غادي نقطع المقله ديالنا غادي ندهنوها، هي فيها شويه الخدمه ولكن هي صدقوني عرفتي كتجي مخيره زعما الصراحه كتجي ما تشبعوش منها. انا على بالي كتعجبني احسن من البيتزا الصراحه. الخضره باش نحتاجوها دابا، المهم انا درت الخضره دهنت المقله، خفت ما تعرفوش لان ما تقدوش تهزوها ولا حاجه، غادي ندير لها هكا شويه مايزينا في البلاصه هاد الشكل اللي قطرت فيها، فهمتي العملية واضحة. غادي ندير هادي النشا تاع الدورة، واحد شي كيقولها شي كيقولها مايزينا شي كيقولها هكا، كنبقى نحاول معاها راكم عارفين البطاطا كتلق داك النشا ديالها داك. المهم غادي نبقى هكا هكا شوية شوية على ما تشد راسها، وغادي نديرها في المقلة نكمل عليها. المقلة دهناها بالزيت، بغيتو ديرو شوية ديال الزيت زيدو، من بعد ملي تكون كتقلى تبقا ديرو لها بقات عليها شوية بديك لخرى وزيدوها الزيت فوق منها. هنا غادي نكملو دابا بعد ما العجينة ديالنا راه كت راه كطرح، أنا كنبقى معاها هكا كنمشي معاها إلا ما بغات حتى نشتريها فاسكة. غادي نبقى معاها هكا نسرحها على حسب المقلة اللي عندي، البيض راه وجد، غادي ندير هادي الطين نسرحها حتى تجي واحد الهريسة، غادي تبقى معاها هكا صافي. غادي نخليوها كطيب، المهم تجي بحال معقودة، معادش نغطوها بزاف، ما غادي نخليوها غليظة عاوتاني بزاف، ما ترقاقش عاوتاني حتى تولي كتسال، خاصها تكون شوية شادة راسها، طيب على خاطرها خليها طيب مزيان، إيوا صافي، إن شاء الله واعشة عندنا يعني وجدوا شوية الخضرة، غير بقات غير تقشر الخضرة، تكونوا موجدين الخضرة ديالكم، حاكينها، قالية مشحرينها شوية، اللي بغات دير الكفتة ديرها، اللي ما بغاتش دير الكفتة غير الطون ديال الزيت كتجيب، ما ديرش الطون غير هكا راه كتجي، راك عارفين معقودة راه كتجي بحال اللي دايرة فيها. صافي كنديرها هكا كنخليوها طيب مزيان وهاني معكم ان شاء الله. ديك الساعه ملي نبغي نقلبوها عاوتاني ندهنوها بشويه ديال الزيت ونقلبوها، صافي العمليه راه واضحه. يلا حتى نتلاقاو ان شاء الله. المهم احنا في المقله دابا كنديرو داك الخليط ديالنا، راه مطيوط كنديرو الخليط ديالنا هنا في شي غرف باش كيجينا ساهل تكبر القبان، كنديرو شويه الزيت كنديرو صافي كنحرك في الماء بغينا نديرو نحركو، هي خاصها تجي شوية رقيقة على حسب الطريقة اللي نمشيو، خاصنا تجينا رقيقة، إلا جات غليظة أنا غادي تجينا معجنة ولا حاجة، من الأحسن غادي نديروها رقيقة. صافي كنبقاو معاها هكا، إلا صافي جبناها غليظة كنزيدو نجبدوها شوية وعلى حسب الحجم اللي بغيتو، المقلة ما تكونش كتلصق ضروري، المقلة خصها تكون صافي. غادي نطلعوها حتى صافي كنبقى نقادو لها الجنيبات ديالها، صافي كنخليوها تحمر كتجي بحال الشكل هكا، ما بين طيبت كتجي مشاجبين كتبقى معاها عاوتاني. هادي ها هي ديالنا ديك البطاطا ديالنا لي صايبنا، ديك المعقودة ديالنا لي صايبنا هي هادي، شتي راه ما كتحرك ما كتقطر ما والو، هادي هي البطاطا لي صايبنا. هادي كتبقى شويش كنحركوها شويه من التحرك، راكم عارفين ضروري
ديرو شويه ديال الزيت شي قطرات وصافي ديال الزيت ماشي بزاف باش كتحمر لنا صافي والزيت كيعطينا الحموريه والقرمشه كنبغيوش نطيبو بالزيت البلديه زيت العود حيت كيبقى لكم كتحرق شويه كتكون الصحيه وكنحاول نديروها غير هكا نطيبو بها ولا ايوا صافي ها هو البيض ديالنا شتربل يعني هادي ناشفة درتها في واحد الكاسرونة وخليتها تما كيطيب نشدلكم ريحة ديال الطن هي طنة مريم شوية ترانسفور هاد الورق ديال الكبد لي درنا مع داك الطوندو بغيتو تنسموه بشوية ديال الزعتر نسموه كيبقى كما أنا عطيتكم دابا لاخرا ونتوما كيبقى لكم كل واحد وشنو كطيح الفهم لي كطيح عليه المهم تانا نزينو أنا معاكم بعد ما طيبنا كلشي وجدناه حنا غادي نكمصيو غادي نزين هاي ديك العجينة ديالنا لي صايبنا نديرها فواحد الطبق كان عليا هاد التومة كنت ماشي نديرها في البيض نسيتها مدرناهاش البيض لي غادي نديرو بحال هكا غادي نديرو في واحد البماغين صايبو راكم شتو كيدلو كنت غادي نديرو فيه ومنسيتو مدرتوش المهم تا ديرو التومة على حساب هدا داك لاصوص لي كنت صايبت داك المرة معاكم كنت صايبت هداك لاصوص من السما باش ما بغيتو تنسمو نتوما نتوما كيبقى لكم اختيار يعني ما كيبقى حتى الواحد اللي غادي يدير غادي ندير واحد شويه الكره شويه الكره المهم على حسب ياسي يكون راه كتجي زوينه الصراحه كتجي علاش نحتاجو نديرو لاصوص دابا يعني ما درنا لاصوص مع المقا مع الخضره ديالنا الخضره كطلق شويه بالماء المهم الفرماج كيبقى لكم نتوما على حساب الاختيار ديالكم غادي ندير واحد شويه ديال الزيتون شويه ماشي بزاف شويه ديال البصله ديك البصله مشلله اللي مشحره حتى هي غادي نجيب داك الطبق ديال داك المعقود اللي صايبنا هي فين مشتي هزيها كي بغيتي ديري فيها كي بغيتي شتي غادي نقولي ندير عليها واحد شويه ديال القرعه مشحره المهم انا كنت كنشحر هاد الخضره ديالنا كنا كنت ندير فيها واحد شويه البزار وشويه الملح راكم عارفين الزيتون المهم البصله انا كنصايبها البصله تنصايبها معكم ان شاء الله الا كنتو كتعرفوها بلاش ولا ما كنتوش ديروها لي في التعليقات انا ان شاء الله لي كومونتير انا نكون البصله كتجي مقمشه يعني كتصلح لهاد الحوايج بحال هكا شويه الطون المهم الطون ديرو تقدرو انا كنصاوب شويه بيدي حتى مزروبه راه عندي عرفتي شحال وحده راه تقريبا راه شي 20 حبه لينا مخرجه من هاد غادي نخرج شويه الخضره ديالنا هنا المهم غادي ندير شويه الفرماج حيت انا درت شويه الخضره بزاف على حسب راني دايره خير ربي من هاد خبزات هكا نسيتي هو كيبقى لكم هكا التشكيل نتوما لي كت هاهو داك البيض البيض لي صايبنا الطون
صافي كنمشي هكا مع الطرف. هذه هي الطبق اللي كيبغيوه الدراري. كيبقى لكم الزبق على حسابكم نتوما، كل واحد كي كتبغي تطلع في الشكل ديالها اللي بغات. غادي نزيد نحك شويه ديال الفرماج اللي بغيتي ديرو فوق منها هكا. تقدروا توليو تدخلوها الفرن الا بغيتو، لا كان ممكن يبغي يدو ايه يدو ايه ولا ميكرووند هكا غيدو بالفرماج وصافي، ماشي ضروري صافي. غادي ندير واحد شويه ديال لاصوص، واحد الميسه هكا ديال لاصوص وصافي، باش مكتجيناش ناشفه. ايوا قبلو علينا هادشي اللي كاين، يعني الصراحة والله إلا كيجي زعما كتجي رائعة. أنا كنفضلها بالطون، واللي بغا يدير لها الكفتة يدير لها الكفتة ولا لا دانت على حسب، كل واحد كيبقى الاختيار ديالكم. الأغلبية اللي باغي الطون كيعاين الطون، ايوا شوية ديال الزيتون، اللي بغا يدير شوية ديال الزعتر هكا، شوية ديال الزعتر كيجي معايا هكا. عارفة كتطحنوها شوية وكيديروها فوق منها كديريوها عليها. ايوا نتمنى والله ان شاء الله يعجبكم الطبق، خفيف ظريف ان شاء الله. الشكل النهائي ديال داك المعقودة، عطيه واحد التقرميشة. قطعو مزيان، إيوا كتمحى معاه شوية ديال الغرفان، كتبع شوية الشلاضة. صراحة كتجي رائعة. رائعة والله، خصها غير شي كتل عصير. تمنيتها ليكم مع هاد شوية تاع حارة، لأن اللي غادي ياكلها حارة بارية حارة. يلا تنطلق إن شاء الله، ما تنساوناش دعمونا شوية القناة، دعمونا شوية طلع شوية، راه مازال المزيد. كان شي شيبات للدراري الصغار تدوها لهم هكا مالحة، يعني كان بزاف إن شاء الله. يلا تهلاو لي فراسكم حتى الحصة القادمة.